الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس بيتكلم على conservation of energy. يعني ايه conservation of energy؟ يعني بيقول energy cannot be created nor destroyed. يعني ايه cannot be created nor destroyed؟ يعني احنا في الاخر عايشين في شوية energy على حسب ال core temperature وال gravity وال atmospheric pressure. فاحنا كل اللي نعرف نعمله ان احنا ناخد form ال energy already موجودة واحنا نغير شكلها بس او نحولها ل form تاني ان احنا محتاجينها. نحول مثلا من internal energy ل mechanical energy، من electrical energy ل internal او thermal. ده اللي احنا نعرف نعمله، لكن احنا ما ينفعش نعمل كرييشن لانرجي، ما ينفعش نجيب انرجي من الهواء، وما ينفعش يكون عندنا شوية انرجي وتخلص. طيب الكلام ده هنطبقه ازاي على الايكويشن بتاعتنا او هنعمله ازاي؟ معنى ان الـ total amount of energy هي constant مش هتغير، الكلام ده معناه ان سيجما الـ energy في اي سيستم عندي initially بتساوي سيجما الـ energy final. طب الـ energy دي عبارة عن ايه؟ احنا عندنا شوية انواع للـ energy زي الـ internal energy اللي هي عبارة عن الـ U او الـ mass في الـ U، kinetic energy ودي اي energy ليها علاقة بأي حاجة بتتحرك او اي حاجة ليها velocity اللي هي كده بتساوي half الماس في ال velocity squared، بس بدل ما نسميها v ونتلخبط ما بين ال velocity v وال volume فهنسمي ال velocity عندنا c، فهتبقى half m c squared، بس دي هتبقى بالجول واحنا كل شغلنا بالكيلو جول، فهنخليها 1/2000 الماس في c squared. تالت نوع من انواع ال energy هو ال potential energy، ودي ليها اي علاقة بال elevation او ارتفاع اي point عن ال surface بتاعي او عن الارض او الداتم اللي انا باخده، ودي عبارة عن الماس في الجرافيتي في الهايت، وبدل برضو ما نتلخبط ما بين الهايت وما بين الاتش اللي احنا الانثالبي فهنسمي الهايت زي. في انواع تانية للانرجي زي مثلا الورك، اي حاجة انا بدفعها او بكسبها هي عبارة عن الورك بأي فورم من الفورمز بتاعته، اي حاجة بسخنها او ببردها هي عبارة عن الكيو او الهيت ترانسفير. معنى ان سيجما الانرجي انيشال بيساوي سيجما الانرجي فاينل، يبقى انا المفروض السمشن بتاع الاماونت اوف انرجي دي كلها لاي بوينت انيشالي بيساوي سمشن بتاع البوينت دي فاينل. فاحنا لو كتبنا ايكويشن مثلا بنقول ان كيو انيشال بلس ورك انيشال بلس انترنال انرجي انيشال بلس بوتنشال بلس كاينتيك انرجي انيشال بلس بوتنشال انرجي انيشال، سميشن بتاع الكلام ده كله هيساوي نفس الكلام ده للفاينل، هي كيو فاينل بلس ورك فاينل بلس انترنال انرجي بلس كاينتيك انرجي بلس بوتنشال انرجي كلهم للفاينل. ودي الايكويشن بتاعه الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس. بس الحقيقه الايكويشن دي هي ماثيماتيكالي صح بس فيزيكالي غلط. يعني ايه ماثيماتيكالي صح وفيزيكالي غلط؟ يعني كحسابات هي الايكويشن صح، بس يعني ايه فيزيكالي غلط؟ فيزيكالي غلط لان انا في الحقيقه عندي نوعين من الانرجي، عندي حاجه اسمها انرجي دان اون ذا سيستم وده زي الكيو والورك، وحاجه اسمها انرجي دان باي ذا سيستم ودي انواع الانرجي التانيه. انرجي دان اون ذا سيستم يعني ده الحاجه اللي انا عملتها او اللي انا بقدر اعملها، وانرجي دان باي سيستم ده على حسب اللي انا عملته بيتحول لسيستم ازاي او بيترجم الفلو ازاي. فعشان نفهم الفرق ما بين الاثنين دول، تعالوا ناخد بروسيس مثلا من بوينت 1 واتحرك لحد بوينت 2. فبوينت 1 على حسب التمبريتشر بتاعتها هي ليها انترنال انرجي انيشال، وعلى حسب السرعه بتاعتها هي ليها كاينتيك انرجي انيشال، وعلى حسب الاليفيشن بتاعها عن الارض هي ليها بوتنشال انرجي انيشال. نفس الكلام لبوينت 2 ليها انترنال انرجي انيشال وليها كاينتيك انرجي انيشال وليها بوتنشال انرجي فاينل. لكن مفيش حاجة اسمها work initial و work final، ومفيش حاجة اسمها queue initial ومفيش حاجة اسمها queue final. أمال يعني ايه work و queue؟ work و queue دي حاجة للبروسيس، يعني ده ال work اللي أنا بدفعه للبروسيس عشان أتحرك من point 1 ل point 2، وال queue دي ال queue اللي أنا بدخلها أو بخرجها للسيستم عشان أتحرك من point 1 ل point 2. فال energy done by the system ده بتاع point معينة على حسب ال temperature وال velocity وال elevation، لكن energy done on the system ده للبروسيس نفسها. فاحنا ما ينفعش فيزيكالي نجمع حاجه ليها initial وفاينل على حاجه ان واوت، لان انا ما عنديش حاجه اسمها work initial work final، لكن عندي work in work out وعندي q in وعندي q out. فقالوا طيب تعالوا ناخد ال q in وال q out نحطهم في ناحيه مع ال work in وال work out، وبقيه الانرجي نجيبها الناحيه التانيه. احنا بقى لما نجيب ال Q وال Work في ناحية ونجيب ال Energy في الناحية التانية، فهيبقى عندي Q in minus Q out plus Work in minus Work out هيساوي Internal Energy Final minus Internal Energy Initial، وأي حاجة Final minus Initial هو اللي Change أو الدلتا في ال Internal Energy. طيب تعالوا بقى نتكلم على أول نوع من أنواع ال Systems اللي هنتكلم عليها، وهو ال Closed System. وفي حالة ال Closed System أنا شغال جوه تانك سواء Constant Pressure Constant Volume،
فانا بما اني شغال جوه تانك انا هنجلكت التشينج في الكاينتيك وفي التشينج في البوتنشال. انا ما عنديش انلت واوتلت عشان اشوف الفرق في الاليفيشن ما بينهم، فانا هنجلكت البوتنشال انرجي وما عنديش تشينج في الفيلوسيتي بتاعت اي حاجه جوه تانك، ان هي اوريدي بزيرو، فهشيل الكاينتيك انرجي. فهيتبقى لي الايكويشن بتاعت الفيرست لو هي عباره عن ايه؟ عباره عن كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان ماينس ورك اوت هيساوي اللي تشينج في الانترنال انرجي اللي هو هيبقى الماس في يو فاينل ماينس يو انيشال. ودي الايكويشن بتاعت الفيرست لو اوف ثيرموداينامكس لما نطبقها على الكلوز سيستم. طيب احنا بقى هيبقى عندنا اكتر من فورم من الايكويشن دي على حسب شكل التنكات اللي احنا شغالين بيها. احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل بنوعين من التنكات، يا اما بيستون سلندر ديفايس فده الفيل بريشر كونستنت، يا اما ريجيد تانك فده انا شغال الفوليوم بتاعي هو الكونستنت. تعالوا نشوف شكل الايكويشن في الحالتين هتبقى عامله ازاي، وبرده هنتكلم على حاجتين، هنتكلم على لو انا الوركينج فلويد بتاعي ميه ولو انا الوركينج فلويد بتاعي اير. فالفكره كلها في ايه؟ انا الايكويشن دي هي valid بس لو انا شغال بميه. ليه لو انا شغال بميه بس؟ عشان انا عندي تيبلز هطلع منها اليو 1 واليو 2 على حسب الفيز بتاع الميه، على حسب البريشر والتمبريتشر والكلام ده. طيب لو انا شغال باير انا ما عنديش تيبلز اطلع بيها اليو والفي، فانا بدل الدلتا يو هشيلها واحط بدلها السي في في دلتا تي، فهتبقى تي فاينل ماينس تي انيشال. ودي الجنرال ايكويشن. طيب تعالوا بقى نطبقها في الحالتين اللي عندي، لو انا عندي كونستنت بريشر او كونستنت فوليوم. تعالى نبتدي الاول لو انا شغال كونستنت فوليوم. لو انا شغال كونستنت فوليوم الورك اوت او الباوندري ورك اللي هيبقى عندي بزيرو، زي ما اتفقنا الباوندري ورك في الكونستنت فوليوم بزيرو، انا ولا هزق حاجه ولا هشد حاجه بما اني انا شغال كونستنت فوليوم. يعني انا شكل الايكويشن ممكن يبقى عندي كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان. الورك اوت ده هيبقى على طول بزيرو، فده هيساوي الام في يو 2 ماينس يو 1 لو انا شغال بميه، وهيساوي الام في سي في في تي 2 ماينس تي 1 لو انا شغال بير. دي نفس الايكويشن اللي فوق، احنا مغيرناش حاجه، احنا الفكره بس ان انا عارف ات الكونستنت فوليوم الورك اوت بزيرو، فانا شلته من الايكويشن وكتبت الايكويشن جاهزه. لكن في حاله لو انا هتكلم على البريشر هو اللي كونستنت، انا ما ينفعش اعمل كده. ليه؟ لان في الحاله دي ان الورك اوت ات كونستنت بريشر هيساوي بي في في 2 ماينس في 1 او بي دلتا في اللي هو السبيسيفيك ورك، فانا ما ينفعش اشيله واقول ان هو بزيرو. بس انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اجيب الورك اوت الناحيه الثانيه، فهيبقى الترم رايت هاند سايد هيبقى عباره عن يو 2 ماينس يو 1 بلس الورك اوت اللي ات كونستنت بريشر اللي هو بي في 2 ماينس في 1. وده سيميلي او ماتيماتيكلي طلع ده نفس اللي تشينج في الانثالبي. فانا في حاله الكونستنت بريشر ممكن اقول ان الايكويشن بقت عامله زي، بقت كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان هيساوي الام في اتش 2 ماينس اتش 1 لو انا شغال بميه، وهتساوي الام سي بي تي 2 ماينس تي 1 لو انا شغال بير. الفكره كلها في ايه؟ الاثنين دول هم عباره عن نفس الايكويشن الجنرال اللي فوق. لو انت عايز تشتغل بايكويشن واحده ما فيهاش مشكله، انا هشتغل بدلتا يو كل مره لو انا شغال بميه سواء كونستنت بريشر او كونستنت فوليوم، وسي في دلتا دي لو انا شغال بير سواء كونستنت بريشر او كونستنت فوليوم. بس خلي بالك ان انت هتحسب الورك اوت، يا اما ات كونستنت بريشر هحسبه بي دلتا في، يا اما ات كونستنت فوليوم هقول ان هو بزيرو. لكن الفكره ان احنا قلنا ليه ممكن اجيب الورك اوت الناحيه الثانيه واحولها لدلتا اتش، عشان بس الدلتا اتش بتتفك بسي بي دلتا تي، فهيبقى اسهل لي لو انا شغال ات كونستنت بريشر استعمل سبيسيفيك هيت ات كونستنت بريشر، ولو انا شغال ات كونستنت فوليوم استعمل سبيسيفيك هيت ات كونستنت فوليوم. بس ده مش اجباري، لو انت عايز تشتغل كل مره بدلتا يو وسي في دلتا تي طول ما انت شغال في الكلوز سيستم مفيش مشكله، بس انت هتحسب الورك اوت كل مره. لكن في الحاله هنا لو انا شغال ات كونستنت فوليوم انا شلت الورك اوت عشان عارف ان هو بزيرو من الحالتين، وهنا شلت الورك اوت عشان عارف ان هو جوه الدلتا اتش، لان في الاخر ماثيماتيكلي الدلتا اتش هتساوي الدلتا يو بلس الورك اوت لما يكون البريشر كونستنت. فهي دي الفكره كلها. فاحنا في الاخر بقى عندنا ايكويشن للفيرست لو اللي احنا محتاجين نعرف هنتعامل معاها ازاي، هو ان احنا هنختار شكل من الايكويشنز دول على حسب الجيفنز بتاعت المساله، وبعدين نعوض عندنا ونشوف ايه الاندر. طيب تعالوا نحل بقى كام مسألة كده أو نطبق الـ first law على كام سيستم ونشوف هيحصل ايه. هناخد أول سيستم عندنا، أنا شغال piston cylinder device يعني pressure هو الـ constant والـ volume متغير عادي. هو بيقولي إن في 5 لتر saturated liquid water عند pressure 175 كيلو باسكال. هو بيقولي ايه؟ بيقولي لو أنا حطيت electric heater هنا ودفعت فيه ورك الكتريك علشان اخلي المايه اللي هي ساتوريتد ليكويد دي تتبخر كلها، انا عايز اوصلها في الاخر ان هي تبقى
نص المايه دي يتبخر، يعني عايز اوصل لاكس في الاخر بتساوي 0.5، عايز اوصل لميكشر 50% منه فيبر و50% منه ليكويد. فهو بيقول لي انا محتاج ادفع او محتاج الفولت يبقى كام فولت، اوصل كام فولت بالهيتر ده علشان في الاخر بعد 45 minutes نص المايه دي تتبخر. الفكره كلها في ايه؟ ان انا عندي تانك في فلويد وعندي بريشرز وهدفع ورك وهكسب ورك، اللي هيلم لي الموضوع ده كله او اللي انا عشان اعرف اجيب الانوز كله هو الفيرست لو. هو اسمه فيرست لو عشان هو ابليكابل على اي حاجه ليها علاقه بالثيرموداينامكس. فانا كل اللي هعمله ايه؟ تعال نكتب الفيرست لو ايكويشن ونشوف ايه الجيفنز اللي عندي وايه اللي مش موجود واللي مش موجود اشيله. فتعالى نبتدي، هكتب الفيرست لو ايكويشن هي كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان ماينس ورك اوت. قلنا الورك اوت كده كده مش هيبقى موجود لو انا شغال بدلتا اتش على طول، وهشتغل بدلتا اتش لسببين، عشان انا كونستنت بريشر وعشان انا شغال بميه. المهم فانا وصلت الايكويشن بتقول ايه؟ ان كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان هيساوي الام في دلتا اتش. تعالى بقى نشوف انا عندي ايه وما عنديش ايه وايه اللي ناقص اكمله. هو بيقول لي well insulated rigid tank. insulated او isolated معناه ان التانك ده معزول من بره، فولا فيه هيت هتدخل ولا فيه هيت هتخرج، واللي مش موجود هشيله من الايكويشن. يبقى انا ولا عندي كيو ان ولا عندي كيو اوت. فتبقى لي في الايكويشن كلها ايه في الاخر؟ ان الورك ان اللي انا هدفعه هيساوي الام في التشينج في الانترنال انرجي. حلو، انت بقى دفعت ايه عشان المايه دي تتبخر او تتحول من ساتوريتد ليكويد لحد ما تبقى ميكتشر 50% منه فيبر؟ دفعت حاجتين. هو بيقول لي ان انا دفعت الورك الالكتريك اللي انا محتاج اعرفه بكام، بلس دفعت كام حاجه اسمها ورك بادل. ورك بادل يعني انا هقلب المايه دي بس عشان المايه تقلب على الالكتريك هيتر اسرع. يبقى في الاخر الورك ان اللي انت دفعته هو كل الحاجات اللي انت دفعتها في اي حته، فهيبقى ورك الكتريك بلس الورك بادل اللي هو ب 400 كيلو جول. ده هيساوي الام او الماس بتاع المايه في دلتا الاتش بتاعتها. فاحنا كل اللي هنعمله محتاجين نجمع الحاجات اللي ناقصه عشان نعرف الورك نت بكام ونحسبه لوحده. فتعالى نبتدي بالماس. انا عشان اجيب الماس بتاع المايه احنا اتفقنا الماس بتاع المايه بجيبه هو فوليوم على سبيسيفيك فوليوم. فهو قال لي ان الفوليوم بتاع المايه 5 لتر اللي هو 0.05 متر كيوب. فانا كل اللي هعمله ان انا محتاج اقسمه على سبيسيفيك فوليوم بتاع المايه عشان اطلع الماس. طيب هجيب السبيسيفيك فوليوم بتاع المايه ازاي؟ هنا بقى هتاخد كل بوينت وتجيب البروبس بتاعتها من تيبلز على حسب الفيز بتاعها. يعني بوينت 1 هي ساتوريتد ليكويد عند البريشر 175، فانا هقول ان في 1 هو الفي اف ات ال 175 كيلو باسكال. فانا هروح تيبل اي 5 عند ال 175 كيلو باسكال واطلع الفي اف اللي هو هيطلع بالقيمه دي، اقسم الفوليوم على سبيسيفيك فوليوم، يبقى انا جبت الماس بتاع المايه. طيب نفس الكلام زي ما قلت ان في 1 هو الفي اف ات البريشر ده من تيبل اي 5، هقول نفس الكلام، هقول ان اتش 1 هي الاتش اف ات ال 175 كيلو باسكال من تيبل اي 5، يبقى انا جبت اتش 1 ما فيهاش مشكله. عايز اجيب اتش 2، هو بيقول لي المايه في الاخر هتبقى ميكتشر الاكس بتاعتها ب 0.5، يبقى انا هحسب اتش 2 على انها ميكتشر. فانا هقول القانون الوحيد اللي عندنا للميكتشر هو الاتش اف بلس اكس اتش اف جي. يبقى انا هروح تيبل اي 5 عند البريشر بتاعي واطلع الاتش اف جي والاتش اف، وهو اوريدي قال لي ان الاكس ب 0.5، هو مطلع من هنا اتش 2. فانا الترم ده ما عنديش فيه مشكله، عندي الماس اتش 1 اتش 2 جبتهم. فانا في الاخر عارف ان الورك ان على بعضه اللي هو هيساوي الورك الكتريك بلس ال 400 هيساوي القيمه دي اللي هو هيساوي رقم عندي. طيب اللي انا هعمله ايه بقى؟ هقول ان الورك الكتريك هيساوي الكلام ده كله ماينس ال 400، ودي ده الناحيه الثانيه. فانا جبت الورك الكتريك برقم، الورك الكتريك نفسه بيساوي ايه؟ بيساوي الفولت في الكرنت في التايم، بس ده هيطلع بالجول. انا عشان شو كل شغل بالكيلو جول فلازم اقسمه على 1000. طيب هو مديني التايم 45 سكندز او 45 minutes، فاضربها في 60 عشان تبقى بالسكندز، ومديني الكرنت ب 8 امبير، وانا عارف ان الورك الكتريك كله هيساوي 4798 كيلو جول. فانا في الاخر بقى عندي انون واحد هو الايه؟ هو الفولت. يعني هي الفكره كلها في الاخر ايه؟ ان انا اي مساله ابليكابل عليها الفيرست لو. فانا كل اللي هعمله ان انا هختار الايكويشن بتاعت الفيرست لو على حسب النوع اللي عندي. يعني انا اخترت شكل الايكويشن دي ليه؟ عشان شغال كلوز سيستم كونستنت بريشر وشغال بميه، فانا قلت كونستنت بريشر هشتغل دلتا اتش، وبما اني شغال بميه فانا هسيبها دلتا اتش زي ما هي، مش هخليها سي بي دلتا تي. طيب اخترت شكل الايكويشن، في الاخر هتقعد في الايكويشن هيبقى عندك انون واحد اللي هو طالبه. انا هنا عندي داتا اعرف احسب منها اللي تشينج في الانترنال انرجي سواء ماس او اتش 2 او اتش 1. كل الانون في الايكويشن هيبقى الورك ان اللي هو هيساوي الورك الكتريك بلس ال 400، هو مطلع من هنا الورك الكتريك اللي هو بيساوي الفولت في الكرنت في التايم، واطلع من هنا الفولتس اللي هو عايزها.
طيب تعالى ناخد اكزامبل واحد تاني. طيب اكزامبل تاني بس اير برضو نفس الكلام، بيقول لي عندي بيستون سلندر ديفايس فيه 15 كيلو جرام من الاير، عند بريشر 300 كيلو باسكال ودرجة حرارتهم 25. هو بيقول لي ان انا هوصل برضو الكتريك هيتر عايز اسخن الهواء ده لحد ما يوصل ل 77، بس انا هعمل بروسيس دي ات كونستنت بريشر. وبيقول لي ان وانا بسخن في 60 كيلو جول من الانرجي بيطلعوا على انهم لوسز. في الاخر عشان اجيب الباور او الورك او الكلام ده كله، اللي هيحل لي الكلام ده كله هو الفيرست لو. فانا هختار ايكويشن الفيرست لو ايكويشن، انا شغال كونستنت بريشر، يبقى انا هشتغل يا اما دلتا اتش يا اما سي بي دلتا تي، على حسب انا شغال ميه ولا هواء. انا هنا شغال بهواء، فانا في الاخر الايكويشن اللي عندي هتبقى كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان هيساوي الام سي بي تي 2 ماينس تي 1. تعالى بشوف انا عندي ايه وما عنديش ايه. اللي ما جابليش سيره عنده يبقى ما اتغيرش، يبقى ما يفرقش معايا. ما دام قال لي ان انا ما سخنتش بحاجه يبقى انا ما عنديش كيو ان. قال لي فيه هيت لوسز ب 60 كيلو جول، يبقى هحطها باليونت بتاعتها، يبقى ماينس 60 بلس الورك ان. هل انت دفعت حاجه غير الورك الكتريك؟ يبقى انا الورك ان بالنسبه لي هو الورك الكتريك بس، يبقى كيو ان او كيو اوت بلس الورك الكتريك هيساوي لي تشينج في الانترنال انرجي. انا اوريدي عندي الماس، عندي السي بي، عندي الدلتا تي اللي انا عايزها، هطلع من هنا الورك الكتريك. بس بما ان عايز الكتريك باور ان كيلو وات اور، فانا كل اللي هعمله ان انا هاخد الالكتريك ورك اللي انا حسبته ده واقسمه على 3600 اللي هي 60 دقيقه في 60 ثانيه، واطلع الورك بالكيلو وات اور. يبقى هي الفكره كلها ان انا هختار شكل الايكويشن الفيرست لو، هعوض فيها بالجيفنز اللي عندي، هيتبقى لي قانون واحد اللي هو بيدور عليه دايما ده في كل المسائل. طيب تعالوا بقى نحل اكزامبل على الريجيد تانك او الكونستنت فوليوم. فانا عندي تانك ريجيد تانك انسيوليتد 5 كيلو جرام ساتوريتد ميكتشر عند بريشر 100 كيلو باسكال، وقال ان الاكس بتاعته ب 0.25. عايز يعمل ايه في المايه دي؟ نفس الكلام، هيحط الكتريك هيتر في فولت كذا وكرنت كذا. عايز يعرف المره دي التايم اللي انا محتاجه عشان المايه دي كلها تتبخر تتحول لساتوريتد فيبر. واحنا اتفقنا لما يقول لي هبخر ميه انا مش هوصل للسوبر هيتد، انا هوصل للساتوريتد فيبر بالظبط، هوصل عند اول بوينت المايه بقت فيها فيبر. فانا في الاخر الانيشال كونديشن عندي ميكتشر الاكس بتاعته 0.25، والفاينل كونديشن عايز اوصل للساتوريتد فيبر. بس في الاخر عشان اجيب التايم او عشان اجيب اي حاجه، انا محتاج اعرف الورك الكتريك قد ايه، والورك الكتريك ده اللي هيظهر عندي في الفيرست لو ايكويشن. فانا محتاج اختار شكل الفيرست لو ايكويشن واعوض فيها واشوف اللي هيحصل ايه. فانا نفس الكلام هقول كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان هيساوي اللي تشينج في الانترنال انرجي اللي هي يو 2 ماينس يو 1 كونستنت فوليوم وشغال بميه، فيبقى ده شكل الايكويشن. طيب قال لي ويل انسيوليتد، يعني ولا في كيو ان ولا في كيو اوت، يبقى اشيل الاثنين من الايكويشن عندي. فاللي هيتبقى لي ان الورك ان اللي انا بدفعه اللي هو الكتريكال ورك هو اللي هيغير في الانترنال انرجي بتاعت الفلويد. يبقى انا كل اللي محتاج احسبه ان انا محتاج احسب التشينج في الانترنال انرجي بتاعت الفلويد ده، علشان في الاخر اطلع منه الورك الكتريك، ومن الورك الكتريك انا عندي الكرنت والفولتج اطلع التايم. فانا كل اللي هعمله ان انا محتاج اجيب يو 1 ويو 2. فهو انيشيالي كان ميكتشر قايل لي ان الاكس بكذا، فانا كل اللي هعمله ان انا اروح تيبل اي 5 عند البريشر بتاعي اللي هو 100 كيلو باسكال، واقول ان يو 1 هيساوي اليو اف بلس اكس يو اف جي، وانا عندي الاكس اقوم مطلع من هنا يو 1. وهعمل نفس الكلام هقول ان يو 2، وصلت في الاخر ان انا بقيت ساتوريتد فيبر. طيب المشكله بقى اللي عندي هنا ايه؟ ان انا مش عارف انا هقف عند البريشر كام في الاخر. يعني انا اذا كنت انا عارف ان انا هتحرك من بريشر 100 كيلو باسكال فدي بوينت 1، بوينت 2 انا ما ينفعش امشي كده واقول لك ان انا هاخد يو 2 هي اليو جي ات البريشر اللي هو 100 كيلو باسكال، لان انا كده ما بقتش ماشي كونستنت فوليوم. انا كده الفوليوم بتاعي بيزيد، لو احنا قلنا ده تي في دياجرام فانا الفوليوم كده هيزيد. فانا عشان امشي كونستنت فوليوم في حاله الريجيد تانك ما قداميش غير ان انا يا اما اطلع يا اما انزل. فانا بما اني بعمل هيتنج فانا هطلع لحد ما اخبط في الساتوريشن لاين عند بريشر جديد انا معرفوش، واقول ان يو 2 هي اليو جي ات البريشر ده. طب انا عشان اجيب البريشر ده هجيبه ازاي؟ لازم ادور على حاجه تانية انا عارفها عن بوينت 2. فاللي انا اعرفه عن بوينت 2 ايه؟ اعرف حاجتين، اعرف ان في 2 هو في 1 بما اني شغال الفوليوم ايكوال كونستنت، وفي نفس الوقت اعرف ان في 2 هو الفي جي. ليه؟ لان انا في الاخر لما بخر المايه كلها انا هوصل لساتوريتد فيبر اللي هي الفوليوم بتاعها او البروجرس بتاعتها بالجي. فانا عشان اعرف البريشر ده هعمل ايه؟ انا ممكن احسب في 1 اللي هي في اف بلس اكس في اف جي. فانا عندي في 1 ب 0.42، فانا عارف ان في 2 بتساوي 0.42 متر كيوب
بير كيلوغرام. ايه تاني اعرفه عن بوينت 2؟ اعرف ان الفوليوم بتاعه هو الفي جي. فكل اللي انا هعمله ايه؟ هفتح تيبل اي 5 وافضل ماشي في الصف بتاع الفي جي لحد ما الاقي الاو بوينت 42 او اقرب رقم ليها. وانس ان انت وصلت له بقى ده الرو بتاعك، بقى ده البريشر بتاعك. يعني انا عشان اجيب البريشر بتاع بوينت 2 هجيبه ازاي؟ انا اعرف حاجتين عن بوينت 2، اعرف ان الفوليوم بتاعها هو نفس فوليوم 1 فانا عارف القيمه، واعرف ان الفوليوم بتاعها هو الفي جي لان انا خليتها في الاخر ساتوريتد فيبر. فانا هدور على الفي جي اللي بالقيمه دي، البريشر اللي هتلاقي الفي جي بتاعته هو بالقيمه دي، ده البريشر بتاعك اللي انت هتجيب عنده اليو جي. فاحنا لما عملنا كده في تيبل اي 5 لقيت ان في 2 بيساوي في 1 بيساوي في جي عند البريشر 440 كيلو باسكال. يبقى انا هقول ان يو 2 هي اليو جي ات 440 كيلو باسكال. طلعت يو 2 وانا اوريدي عندي الماس، قلت ان الماس في يو 1 يو 2 ماينس يو 1 طلع لي برقم، الرقم ده هيساوي الالكتريكال وورك اللي هو الفولت في الكرنت في التايم على 1000، ومطلع من هنا التايم. طيب المسألة دي هي نفس الفكرة بس مديني روم، روم يعني كونستنت فوليوم طبعا جواها هوا، يقولي ان انا هدفع فيها شوية كيو وهتخرج شوية كيو لوسز وعندي ورك تمروها. عايز يعرف في الاخر انا هقعد تايم قد ايه عشان الهوا ده يسخن من 10 لحد ما يوصل ل 20. فانا في الاخر هكتب الفيرست لو ايكويشن، كلوز سيستم شغال بهوا، فانا هقول كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان، مفيش ورك اوت عشان الكونستنت فوليوم، هيساوي ام دلتا يو، وام دلتا يو دي هشيلها واحط بدلها ام في السي في، في دلتا دي بما اني شغال بهوا مش بميه. طيب فانا وصلت لشكل الايكويشن دي في الاخر. خلي بالك ان هو الكيو ان والكيو اوت، الكيو ان اللي هو مديها لك والكيو اوت والورك ان هو مديها لك بالكيلو وات، فانا الترم ده كله عندي بالكيلو وات. لما انا احسب الماس في السي في في دلتا تي، سي في اوريدي جافن عندي، هجيبها من تيبلز 0.718 تي 1 وتي 2 موجودين عندي عشان اجيب الماس بتاع المايه. فانا قلت ان الماس بتاع الهواء او الماس بتاع الهواء، الماس بتاع الهواء اللي في الاوضه هو الفوليوم بتاع الهواء في الدنستي اللي هي فوليوم على سبيسيفيك فوليوم، واحنا قلنا الدنستي واحد على سبيسيفيك فوليوم بي في يساوي ار تي. فبجميع الاحوال ممكن تقول الماس هو هيساوي فوليوم على سبيسيفيك فوليوم، وسبيسيفيك فوليوم ده تجيبه بي في يساوي ار تي على طول. بما ان عندي البريشر بتاع الهواء هو اتموسفيرك بريشر 100 كيلو باسكال، عندي التمبريتشر تي 1 ب 10 هو مديهاني، هستعمل ار بتاعه الاير ومطلع الايه السبيسيفيك فوليوم اللي هقسم عليه توتال فوليوم اللي هو مديهوني عشان اجيب الماس. فانا الماس ما عنديش فيه مشكله، والسي في ما عنديش فيها مشكله، ودلتا دي ما عنديش فيها مشكله. فالفكره كلها في ايه؟ الفكره في اليونتس، ان الترم ده كله بالكيلو جول، الترم ده هو مديهولك بالكيلو وات يعني كيلو جول بير سكند. يعني انا الترم ده لما اضربه في التايم اللي انا محتاجه هيديني الترم ده على بعضه. فانا كل اللي عملته هنا ايه؟ ان انا هحسب الدلتا دي، هقسم الرقم الكبير على الرقم الصغير يديني الوقت اللي انا ايه اللي انا محتاج اقعد فيه. لكن في الاخر فيزيكلي هو نفس الكلام، فيرست لو ايكويشن هختار شكل الايكويشن على حسب انا كونستنت بريشر او كونستنت فوليوم، شغال بميه شغال بهواء، هقعد في الايكويشن هلاقي قانون واحد دايما اللي هو طلب. طيب لما نيجي نطبق الايكويشن دي على الاوبن سيستم، الفرق ما بين الاوبن سيستم وكلوز سيستم ان ده في ماس فلو ريت يعني في انلت وفي اوتلت. فانا اول حاجه هشتغل بيها هشتغل بالام دوت اللي هي بيساوي واحد على سبيسيفيك فوليوم في الاريا في السرعه. بما اني شغال بماس فلو ريت اللي هي كيلو جرام بير سكند، فانا هشتغل الايكويشن كلها بالباور او بير ريت بير تايم. يعني لو انا بقول هي كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان ماينس ورك اوت هيساوي الماس في التشينج في الانرجي، لا فده هيبقى كلها باور، هيبقى في الماس فلو ريت في التشينج في الثلاثه فورمز بتاعت الانرجي. انترنال انرجي هي اتش2 ماينس اتش1، وفي حاله الاوبن سيستم هي اتش بس مفيش حاجه اسمها يو، لان الاتش هي الانترنال انرجي لما يكون الفلويد بيتحرك اللي هي اسمها الانثالبي. في التشينج في الكاينتيك اللي هي سي2 سكويرد ماينس سي1 سكويرد على 2000، قلنا هي على 2 بس هخليها على 2000 علشان تبقى كله بالكيلو جول، بلس الجرافيتي في زي 2 ماينس دي 1، وده فرق الاليفيشن ما بين الانلت والاوتلت. الفكره في الاوبن سيستم ان هي ايكويشن واحده مش هتتغير، هو بس اللي ممكن يتغير دلتا اتش تبقى سي بي في تي 2 ماينس سي 1 على حسب انا شغال بميه او شغال بهواء. طيب تعالوا قبل ما نحل على الاوبن سيستم عايزين نتكلم على اربع ديفايسز دايما هيتكرروا معانا في الاوبن سيستم ده، النوزل والديفيوزر والكمبريسر والتربين. اللي احنا عايزين نعرفه في كل ديفايس من دول ايه؟ عايزين نعرف الورك اللي بدفعه او بكسبه فيهم عامل ازاي. فتعالى نبتدي بالنوزل. النوزل ده فلو يعني بايب الاوتلت دايمتر اقل من الانلت دايمتر،
فانا في الاخر بستعمل النوزل دي لما اكون عايز ازود البريشر بتاع المايه او الفلو اللي عندي او ازود الفيلوسيتي بتاعته. طيب الفكره كلها في اقل البريشر، يعني النوزل ده هستعمله لما اكون عايز البريشر يقل او الفيلوسيتي تزيد. ديفيوزر العكس، هو ماشي العكس، فكنا هستعمله لما اكون عايز البريشر يزيد والفيلوسيتي تقل. بس في الاخر ده فلو ماشي جوه بايب، انا ولا دفعت حاجه ولا كسبت حاجه. ففي حاله النوزل والديفيوزر ولا في باور ان ولا في باور اوت، ولا في ورك ان ولا في ورك اوت. لكن الكمبريسور ده ديفايس انا بدفع له باور ان او بدفع له ورك ان دوت علشان يشتغل، بس لما يشتغل ما بكسبش منه حاجه، فهو ما فيهوش باور اوت. التوربينه العكس، التوربينه دي باور انا بدفع لها فلو او بيدخل لها فلو، فهي بتشتغل لوحدها، فهي بتطلع لي باور اوت بس ما بدفع لهاش باور ان عشان تشتغل. فانت كل اللي محتاج تعرفه ان لما يجي لك اي ديفايس من الاربعه دول، ايه اللي فيه ورك ان وايه اللي فيه ورك اوت عشان يبقى اسهل لنا واحنا بنحل المسائل مش اكتر. طيب تعالوا بقى نحل شويه مسائل كده ونشوف السيستمز تري عامله ازاي. طيب المساله دي عندي نوزل، قال لي ان النوزل دي ادياباتيك يعني انسوليتد، معدي فيها شويه هواء، الهواء داخل بالكونديشنز دي وخارج بالكونديشنز دي. اللي عايز يعرفه عايز يعرف الماس فلو ريت، كميه الهواء اللي ممكن تعدي هنا قد ايه، وعايز يعرف في الاخر الهواء هيبقى خارج درجه حرارته بكام، والاريا اللي هو خارج منها هتبقى بكام. طيب تعالوا نتفق ان دايما اي حاجه انت بتحسبها وانت شغال بمسائل فيرست لو، ان هيبقى ليها قانونين، ليها القانون الصغير بتاع الحاجه نفسها اللي بتحسبه منها، وليها الجنرال ايكويشن اللي فيها كل الحاجات اللي هي الفيرست لو. يعني مثلا لما يجي نتكلم على الماس فلو ريت، احنا قلنا الماس فلو ريت هيساوي واحد على السبيسيفيك فوليوم في الاريا في الفيلوسيتي. يبقى اللي انا هعمله انا هجرب القانون ده الاول، لو عندي بوينت انيشال او فاينل او انلت او اوتلت انا عارف الداتا بتاعتها، انا ممكن احسب الماس فلو ريت بدل ما ادخل في الفيرست لو ايكويشن. لو ما لقيتش يبقى غصب عني اروح للايه، الفيرست لو ايكويشن. يعني تعالوا مثلا هنا ام دوت بيساوي واحد على سبيسيفيك فوليوم في الاريا في الفيلوسيتي. تعالوا ناخد الانلت، انا عندي اريا انلت وعندي في انلت، يبقى انا ممكن اقول بي في يساوي ار تي، واطلع من هنا السبيسيفيك فوليوم بتاع الهواء واعوض بالسبيسيفيك فوليوم بتاع الهواء هنا واجيب الام دوت. خلاص يبقى انا الام دوت استعملت القانون الصغير بتاعها وحسبتها على طول، مش محتاج اروح للفيرست لو. طيب تعالى بقى نحسب تي 2، هو انا بجيب التمبريتشر بتاعت اي هواء ازاي؟ هقول بي في يساوي ار تي، فلو قلت بي 2 في 2 هيساوي ار في تي 2. المشكله ان انا هنا ما عنديش ولا السبيسيفيك فوليوم ولا التمبريتشر، فانا عندي اتنين انونز في الايكويشن دي، يبقى انا ما ينفعش اطلع التمبريتشر من الايكويشن دي. يبقى الحل البديل عندي ايه؟ ان انا اروح للفيرست لو ايكويشن اللي هي الجنرال ايكويشن اللي فيها كل الحاجات. فتعالوا نكتب الايكويشن ونشوف هيحصل ايه. كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان ماينس ورك اوت هيساوي التشين الام دوت في التشين في الانترنال بلس الكاينتيك بلس البوتنشال. بوتنشال انا بعمل له نيجليكشن في معظم الاحوال، ان هو مقارنه بالكاينتيك والانترنال مش كتير، ده غير ان هو هنا الاثنين داخلين على نفس الاليفيشن فارتفاعهم واحد، فانا هنجلكت التشين في البوتنشال انرجي. قايل لي ان انا ادياباتيك، يبقى ولا عندي كيو ان ولا كيو اوت، وانا عارف ان انا شغال بنوزل، فانا ما عنديش ولا ورك ان ولا ورك اوت. فاللي اتبقى لي في الايكويشن ايه في الاخر؟ ان اللي تشينج في الانترنال انرجي بلس اللي تشينج في الكاينتيك انرجي بيساوي زيرو. طب انا اللي عندي ايه؟ اللي تشينج في الانترنال انرجي هو عباره عن ايه؟ سي بي في تي 2 ماينس سي 1، اللي تشينج في الكاينتيك هو سي 2 سكوير على 2000 ماينس سي 1 سكوير على 2000. انا اوريدي عندي سي 1 وسي 2 وعندي تي 1 وعندي سي بي، فانا اتبقى لي انون واحد كالعاده في الايكويشن هو اللي انا عايزه، هو الايه؟ تي 2. فطلعت تي 2 من الفيرست لو ايكويشن. طيب هو عايز بعد كده الايه؟ الاريا، والاريا دي بتظهر في ايكويشن واحده هي بتاعت الماس فلو ريت. فانا كل اللي هقوله هنا هقول ان الماس فلو ريت اللي عندي بيساوي واحد على سبيسيفيك فوليوم في الاريا في الكونستنت، واحنا طبعا الام دوت كده كده كونستنت، فاللي داخل بيساوي اللي خارج. طيب انا عشان اجيب اريا 2 محتاج سي 2 ودي اوريدي جيفن، محتاج ماس فلو ريت وانا اوريدي حسبتها وده رقم كونست مش هيتغير، محتاج اجيب السبيسيفيك فوليوم بتاع بوينت 2. انا دلوقتي اقدر اجيب السبيسيفيك فوليوم بتاع بوينت 2 من في في يساوي ار تي، لان انا اوريدي حسبت تي 2 خلاص. فانا هاخد تي 2 اللي انا حسبتها بس احولها كلفن طبعا، اقعد بيها في الايكويشن اطلع السبيسيفيك فوليوم بتاع بوينت 2 عشان اعوض في الايكويشن واطلع الاريا. سيميرلي نفس الكلام لو احنا شغالين على حاله الكمبريسور، فدي مساله فيها كومبريسور بيقول لي فلو داخل عند بريشر وتمبريتشر ولو فيلوسيتي، هعمل له كومبريسنج لحد ما يطلع عند البريشر والتمبريتشر والسرعه دي. هو بيقول لي ان انا بدفع له باور ان 250 كيلو جول بير سكند، وفي شويه هيت لوسز ب 1500 كيلو جول بير مينت. كالعاده اللي هيلم لي الحاجات دي كلها هو الفيرست لو ايكويشن. هو الراجل عايز يعرف الكاباسيتي بتاعت الكمبريسور ده، يعني الماس فلو ريت، كميه الهواء اللي انا اقدر استعملها في الكمبريسور ده
قد ايه. فانا كل اللي هعمله ان انا هكتب الفيرست لو ايكويشن كيو ات ماينس كيو اوت بلس ورك ايه ماينس ورك اوت هيساوي الام دوت في التشينج في 3 فورمز بتاعت الانرجي. ما جابليش سيرة على التشينج اليفيشن يبقى ما عنديش التشينج في البوتنشال، ما قاليش في كيو ان يبقى انا هشيلها، والكمبريسر انا عارف ان ما فيهوش كيو اوت فانا هشيلها. فهيتبقى لي ان اللوسز اللي موجوده عندي اللي هي 1500 كيلو جول على 60، فده الكيو اوت، والورك ان عندي ال 250 كيلو وات اللي انا بدفعهم هيساوي الام دوت. بما اني شغال بإير هيبقى الام دوت في سي بي في دلتا تي، او ام سي بي في دلتا تي في التشينج في الفيلوسيتي اللي عندي. طيب انا عندي سي بي جاهزه، تي 1 تي 2 موجودين، سي 2 قايل لي طالع ب 90، وسي 1 قايل لي بلو فيلوسيتي. كلمه لو فيلوسيتي يعني انا من حقي احط الفيلوسيتي بزيرو لان هي سرعه قليله، زي مثلا من 1 ل 5 دي سرعه الهواء الطبيعيه. فانا مش طبيعي ان انا اقارن واحد ماشي بسرعه 1 متر بير سكند بواحد ماشي بسرعه 90 متر بير سكند. ده بالنسبه لده هو ثابت في مكانه او ما بيتحركش، فلما يقول لي لو فيلوسيتي معناها ان انا من حقي احط في سي 1 بزيرو بس في الدلتا بس، ما ينفعش احطها في الايكويشن بتاع الماس فلو ريت بزيرو. فانا كل اللي هعمله ان انا هقول ان سي 1 عندي هنا بزيرو، فانا عندي سي 1 سي 2 تي 1 تي 2 سي بي، عندي الورك ان جيفن، عندي الكيو اوت جيفن، هعوض الفيرست لو ايكويشن باللي عندي هيطلع لي انون واحد اللي هو عايزه اللي هو الماس فلو ريت. المساله دي نفس الفكره بس انا شغال بتوربينه مش كومبريسور، وهو عايز يعرف الباور اللي خارجه من التوربينه دي قد ايه. فانا عشان اجيب الباور هقعد في الفيرست لو ايكويشن بنفس الكلام، اقول كيو ان ماينس كيو اوت بلس ورك ان ماينس ورك اوت هيساوي الام دوت في التشينج في الانترنال انرجي بلس الام دوت في التشينج في الكاينتيك انرجي ونجلكت البوتنشال ما دام ما جابليش سيره عليها. ادياباتيك يعني ما عنديش ولا كيو ان ولا كيو اوت، دي توربينه فانا عارف ان ما عنديش ورك ان، فيطلع في الاخر ان نيجاتيف ورك اوت هيساوي الام دوت في التشينج في الانرجي. انا عندي سي 1 وسي 2 وعندي الام دوت هو مديهوني، فانا كل اللي محتاج اعمله عشان اجيب الورك اوت ان انا اجيب اتش 1 واجيب اتش 2، ودول هجيبهم على حسب الفيزز بتاعه الميه. هو قايل لي ان بوينت 1 ده ستيم عند بريشر وتمبريتشر جيفن، فانا اروح تيبل اي 6 بتاع السوبر هيتد فيبر عند البريشر والتمبريتشر ده واطلع اتش 1 اللي خارج، قايل لي ميكتشر والاكس بتاعته و.92 عند بريشر 10 كيلو باسكال، فانا اروح تيبل اي 5 عند البريشر بتاعي اللي هو 10 كيلو باسكال، وقول ان اتش 2 هيساوي اتش اف بلس اكس اتش اف جي، واقعد بالاكس اللي هو مديهاني واطلع من هنا اتش 2. بقى عندي اتش 1 واتش 2، كل اللي انا هعمله ان انا هعوض بيهم هنا، بقى عندي كل الداتا موجوده الا الباور. هيطلع الورك هنا بالنيجاتيف، فالنيجاتيف دي هتروح مع النيجاتيف دي، فيطلع لي في الاخر ان الورك اوت بوزيتيف عادي. زي ما قلنا النيجاتيف راحت مع النيجاتيف فيطلع لي الورك اوت هو بوزيتيف عادي. وبعدين كان طالب مني النت اريا، فانا هقول الام دوت بيساوي واحد على سبيسيفيك فوليوم في السرعه في الفيلوسيتي. سيميلرلي نفس الكلام، انا عندي الام دوت جيفن، عندي السرعه جيفن، السبيسيفيك فوليوم بتاع المايه هجيبها زي ما جبت اتش 1، واقول ان الاريا بكذا على طول.